فزجوا به في السجن، ثم انتهت فترة المحكومية ثم خرج وعاد وارتكب جريمة قتل ثانية فردوه إلى السجن، وثالثة ورابعة وخامسة، إلى أن قتل 20 شخصا. في الأخير بعد أن قتل 20 نفسا أعدموه وقتلوه. فقال بعض عقلائهم: لو أننا فعلنا به كما يفعل المسلمون، قتلناه عند أول شخص، لسلم لنا 19 شخصا. وصدق الله إذ يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولما اعترض بعض الشعراء في السابق من المتهمين بالزندقة، اعترض على حكم الشريعة بقطع يد السارق، فقال بيتا من الشعر يقول فيه: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها تقطع في ربع دينار. يعني كأنه يتهم الشريعة بالتناقض، يقول اليد هذه لو واحد اعتدى على يدك عليك وقطع يدك كم يدفع لك؟ نصف الدية، نصف الدية، ب500 عسجد وديت، ب500 من الذهب، العسجد يعني الذهب، وديت، هذه ديته، ما بالها تقطع في ربع دينار. يقول هذا تناقض في الشريعة، إذا سرق الشخص ما قيمته ربع دينار قطعت يده، وإذا واحد اعتدى عليك وقطع يدك نكلفه يدفع نصف الدية، فهذا يقول تناقض في الشريعة. فرد عليه بعض العلماء قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يقول لما كانت اليد أمينة وجاء واحد واعتدى عليك كلفناه يدفع نصف الدية، ولكن لما خانت وسرقت هانت وأصبحت ليس لها قيمة فتقطع في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. الله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة، إذا أقمنا حدود الله والإخوة أمنا على أنفسنا، أمنا على أعراضنا، أمنا على أموالنا. لكن لو طبقنا أحكام البشر زي ما ذكرنا، القاتل يسجن فترة يخرج يرجع يرتكب إيش؟ جريمة قتل ثانية وثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية. وصدق الله إذ يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بعض الناس كما ذكرنا يمجد الغرب، يقول أحدهم: قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهرا تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. مجتمع خاو من الإيمان، المجتمع الغربي لا يرعى ضعيفا ولا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات لدينا. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أفدى لها أو أهدى لها سكينا. الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون. الزيتون ايش؟ عبارة عن ايش؟ السلام ولا لا؟ فيقول: الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلام يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام، فأنا
يلتقي هذا بذاك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، لكن ألوم المسلم المفتون. وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. المظهر الثاني أيها الإخوة من مظاهر الهزيمة النفسية عند بعض المسلمين اليوم هو اليأس من إمكانية التغيير. بعض الناس أصيب باليأس والإحباط، أنه ما بتتعدل أوضاع المسلمين. هذا خطأ، هذا خطأ أن الإنسان يصاب باليأس والإحباط. ترى هذا المرض أو المظهر قد تمكن من كثير من الناس اليوم. أصبحت تسمع الإرجاف في كل مكان، وتسمع وأصبحت تسمع نغمة اليأس القاتلة. لا فائدة، تجي بعض الناس يقول يا أخي لا فائدة من هذه الدروس ومن هذه المحاضرات، لا فائدة من هذا، لا أحد يستمع إليك، أنت تنفخ في قربة مقطوعة لن تغير الكون. هذه عبارات بعض المسلمين أصابهم اليأس والإحباط من أنه يصلح حالهم وتتغير أوضاعهم، وهذا خطأ. وقد شخص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النفسيات المهزومة تشخيصاً دقيقاً، ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم بالضم والفتح، والضم أشهر كما قال النووي رحمه الله. قوله فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، إذا قال الناس كلهم هلكوا وخربوا كذا هو أشدهم إيش؟ هلاكا. فهو أشد الناس هلاكا، أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك وليسوا كذلك، لا زال في الأمة خير على الرغم من مظاهر الهزيمة النفسية، لا زال في الأمة خير، وفيهم إقدام وفيهم شجاعة وفيهم التزام بالإسلام، لا زال في الأمة خير. يعني بعض الناس يعمم في الأحكام، هذا الخطأ أيها الإخوة. عندنا في هذا الزمان التعميم في الأحكام، يعني واحد مثلا أتى هذه المدينة وجد أناسا فاسدين، قال هذه جدة كلها ناس فاسدين، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح. وإلا ذهب إلى قرية معينة وأكرمه شخص، قال ما شاء الله كل القرية هذه كرماء، كلهم كرماء عشان شخص أكرم. هذا خطأ في يعني في التعميم في الأحكام. ولذلك هذه المحاضرة عنوانها الإخوة قالوا من مظاهر الهزيمة النفسية عند المسلمين، نقول عند بعض المسلمين، ليست عند كل المسلمين، لم يصب الحمد لله كل المسلمين بهذه الهزيمة النفسية، وإنما بعض المسلمين أصيب بالهزيمة النفسية. قال النووي رحمه الله: من قال ذلك على سبيل الإزراء والتحقير للناس مع إعجابه بنفسه فهذا مذموم. إذا قال هلك الناس من باب إيش؟ التحقير والإزراء بالناس والإعجاب بنفسه هو. ومن قال ذلك لما يرى في نفسه والمسلمين من تقصير فلا بأس بذلك، وهذا تفصيل هام جدا. المظهر الثالث من مظاهر الهزيمة النفسية عند بعض المسلمين اليوم الدفاع عن الإسلام كمتهم في قفص الاتهام. فالغرب الكافر في هذا الزمان يثير الشبهات على المسلمين،
حول دينهم، ويحاول أن يشكك المسلمين في دينهم ليتركوا هذا الدين، وبالذات الذي يذهب إلى تلك الديار. الآن الخطورة أيها الإخوة على بعض أبنائنا المبتعثين من قضية محاولة الغرب أن لتشكيك هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى هنالك في دينهم، هنا الخطورة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما تكلم عن حكم السفر إلى بلاد الكفار وضع ضوابط شرعية رحمه الله، قال أن يكون السفر لضرورة، مو زي الآن بعض المسلمين الآن في هذه الأيام ذهب إلى هنالك بدون ضرورة بحجة إيش؟ السياحة، مع العلم أنه بإمكانه يذهب إلى يعني بلاد مسلمة أو في بلادنا هذه الطاهرة الحمد لله يتجول أو يذهب للسياحة أو النزهة، لكن يذهب إلى هنالك بدون ضرورة. فالشيخ رحمه الله لما تكلم في المسألة قال أن يكون السفر هناك للضرورة، ثم ضرب أمثلة، قال كأن يتعلم علما يستفيد منه المسلمون ولا يوجد في بلاد المسلمين. الآن بعض الشباب يذهب يسافر ليش؟ يقول أدرس اللغة. طيب أليس هنا معاهد للغة؟ هنا هذا سفر ليس بضرورة، صح ولا لا؟ فيقول الشيخ رحمه الله أن يذهب إلى هنالك يتعلم علم يستفيد منه المسلمون ولا يوجد في بلاد المسلمين، ويشترط مع ذلك أن يكون يقول الشيخ عنده علم يرد به على الشبهات، لأنه كما ذكرنا هنا يثيرون الشبهات يشككون الإسلام في دينه، فإذا ما عنده علم رجع وقد إيش؟ أصبح عنده الشك في دينه والعياذ بالله. بعضهم يشك في الدين ككل، بعضهم يشك في القرآن، بعضهم يشك في الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقع في الكفر الإنسان والعياذ بالله إذا أصبح عنده شك في هذا الدين، قد يقع في الكفر والعياذ بالله. قال الشيخ وأن يكون مع ذلك يكون سفره للضرورة ويكون عنده علم يرد به على الشبهات وإيمان يحجزه عن الشهوات، عنده تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى يحجزه عن الشهوات، لأنه لما يذهب هناك حيث العري والفسق والفجور وإلى آخره. فوضع الشيخ رحمه الله ضوابط يعني شرعية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، فهذا يدل أنه لا يجوز السفر هناك إلا لضرورة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. يذهب مثلا كما قال الشيخ يتعلم علم يستفيد منه المسلمون ولا يوجد المسلمين بلاد المسلمين، أو يذهب لدعوة تلك الأمم الضالة إلى دين الإسلام، أو لضرورة، أما مجرد سياحة ونزهة وكذا لا. فيوردون عليه الشبهات، كشبهة أن الإسلام انتشر بالسيف، وشبهة أن الإسلام ظلم المرأة، وشبهة في الحجاب، وشبهة في الاختلاط، وشبهة كذا. فكيف يجيب الإنسان إذا كان ذهب وهو جاهل بالدين؟ ما يستطيع أن يرد. لابد الإنسان يكون عنده علم يرد به على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام. يعني مثلا قضية المرأة أيها الإخوة، الآن تثار قضية المرأة وحجاب المرأة طبعا الغرب الكافر يريد أن يفسد المرأة المسلمة وأن تصبح مجتمعاتنا كمجتمعاتهم منحلة، فيدعون المرأة المسلمة إلى نزع الحجاب،
يدعونها إلى الاختلاط، إلى السفور بحجة التقدم والتطور، أنها ما يمكن تتقدم أو تطور إلا إذا تخلت عن